موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. ابن جرير قلنا يبشرك برسالة منه بأنه سيولد منك ولد، أو ببشرى منه برسالة من الله بأن سيكون منك ولد. كلام ابن كثير من أقوى الكلام. يقول: وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى بن مريم كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح وعيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح، قال بعض السلف، لكثرة سياحته، كأن مسيح بمعنى مفعل، على وزن مفعل يعني، أصلها من ساح، خلاف القول الثاني مسيح بمعنى مسح، ممسوح أو ماسح. يبقى اختلاف على إن الميم في المسيح أصلية ولا زائدة، وأصل الفعل ساح. الأكثر على أنها أصلية وأنها أصلا مسح، من الفعل ميم سين حاء. قال: وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما. وده من أبعد الأشياء، لأن هذا ليس مقتضيا يعني لشأن عظيم، من أضعف الأقوال، بل لم يعرض عليه ابن جرير أصلا. وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. يبقى على هذا الوجه يبقى مسيح بمعنى ماسح. القول الذي لم يذكره أنه ممسوح بالبركة، وده اللي رجحه ابن جرير، يبقى مسيح بمعنى ممسوح، مثل قتيل بمعنى مقتول. أما مسيح بمعنى ماسح فمثل بصير معنى مبصر أو باصر. ابن جرير ما ذكرش إذا مسح أحدا برئ، قال ابن كثير ولا ذكر أصلا الثلاث أقوال دي. ابن جرير ما ذكرش غير ممسوح بالبركة. وقوله تعالى عيسى بن مريم اسمه المسيح وعيسى بن مريم، نسبه نسبة له إلى أمه حيث لا أب له،
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله شفعة الملائكة وشفع النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة على الصراط: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. فيه ضعف، ومعلوم الحديث في الصحيح: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج وصبي الجارية المظلومة. أنا أتكلم عن الحديث ده، حديث في الصحيح فيه اللي هو: وإنما جارية صبي مع أمه ويرتضع من ثدي، إذ مر رجل ذو شارة فارهة وموكب، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بجارية يضربونها ويقولون: سرقت، زنيت، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. وذكر أنها ذو الشارة الفارهة رجل جبار، وأن الجارية مظلومة. دل في الصحيح. الصبي الذي في قصة أصحاب الأخدود ليس في الحديث أنه في المهد، في حديث آخر صحيح الإسناد وليس في الصحيحين، اللي هو حديث ابن ماشطة بنت فرعون لما ألقيت هي وأولادها في النار. ابن الرابع الأساسي، الشخص الرابع. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. حديث رواه ابن أبي حاتم. وهذا رواية أبي هريرة اللي فيها ثلاثة، الصبي الآخر ما بالتفصيل، مذكورة في البخاري ومسلم. أما حديث ابن ماشطة بنت فرعون أظن في المسند وليس في الصحيح. اللي ثابت أربعة. في كلام بقى على بتاع قصة أصحاب الأخدود، وفي كلام على شاهد يوسف، لكن هذه ليست أحاديث صحيحة. الثابت الثلاثة دول أكيد سيدنا عيسى وجريج والصبي اللي شاف الرجل والجارية، وفي حديث صحيح تاني في قصة ابن ماشطة بنت فرعون، بس ايه ده في البخاري ومسلم. التلاتة دول في البخاري ومسلم، والتاني ده مش في البخاري ومسلم. قال: فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر،
تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج. دي ما عرفش جابها منين ابن كثير، لأن النصارى يقولون إنها كانت مخطوبة من يوسف النجار، وعندهم أن المسيح كان له إخوة منها بعد ذلك. فهذا مما سكت عنه القرآن، هل تزوجت مريم بعد ولادة عيسى عليه السلام؟ هل كان له إخوة؟ نحن لا نعلم. قال وأنا يقول كيف تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقول يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا حيث قال كذلك الله يفعل ما يشاء، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة. يعني عشان من بعض ما يقولش ده هو نفسه هو الكلمة، يبقى هذا من فعله صفته أقنومه أي كلام. لبراء قال نص أنه إيه مخلوق، ويحيى لم يتكلم فيه أحد في أنه مخلوق، وإنما غلى النصارى في المسيح عليه السلام. يقول وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، يعني لا يحتاج إلى تكرار. واحد مننا ممكن يقول الكلمة ما تتنفذش يكررها تاني، أو يجي يعمل الحاجة ما تتعملش يوم يعملها تاني. الإنسان يعني خلق على ذلك يحاول كذا مرة. يقول أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. قال ابن جرير رحمه الله ويكلم الناس في المهدي إن معناه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عند الله ومكلما الناس في المهد، فيكلم إن كان مرفوعا لأنه في سورة يفعل استلامة من العوامل فإنه في موضع نصب. يعني جملة ويكلم الناس في موضع نصب عطفا على وجيها. أما المهد فإنه يعني به مضجع الصبي في رضاعه. قال ابن عباس ويكلم الناس في المهد قال مضجع الصبي في رضاعه. وكهلا فإنه معناه يعني ومحتنكا فوق الغلومة ودون شيخوخة، الحنكة والفوق الغلومة فوق الغلام ودون الشيخوخة، لا لا فوق الشباب شوي في فترة اكتمال العقل والبدن. يقال منه رجل كهل وامرأة كهلة، مش لازم 40، المشهور 33. قال وإنما عنا جل ثناؤه ويكلم الناس على عنا جل ثناؤه بقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، ويكلم الناس طفلا في المهد دلالة على براءة أمه مما قذفها به المفترون عليها وحجة له على نبوته، وبالغا كبيرا بعد احتناكه بوحي الله، يعني بعد تلبسه بعد خبرته بعد نزول الوحي عليه، بعد احتناكه بوحي الله الذي يحيه إليه وأمره ونهيه. سيدنا عيسى لم يوحى إليه وهو طفل بالنبوة، الصحيح أن النبوة بعد ذلك، لا
ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لا بد أن يكون رجلا عند النبوة. يقول وإنما يقول بوحي الله الذي يوحيه إليه وأمره ونهيه وما تقول عليه من كتابه، تقول يعني ما قال. وإنما أخبر الله عز وجل عباده، وينفع تكون وما تقول عليه ما يقول عليه من كتابه، ما يقول عليه يعني عنه. وإنما أخبر الله عز وجل عباده بذلك من أمر المسيح، وأنه كذلك كان. وإن كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا وشيوخا احتجاجا به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى بالباطل، يعني يقول طب ده أمر عادي إن الناس تتكلم إيه كهلة. يقول احتجاجا منه تعالى على أهل الكفر، وأنه كان في معاناة أشياء مولودا طفلا ثم كان كهلا يتقلب في الأحداث ويتغير بمرور الأزمنة عليه والأيام. أنه كان في معاناة أشياء، معاناة أشياء يعني إيه؟ بتتطور عليه أشياء، مولودا طفلا ثم كهلا يتقلب في الأحداث ويتغير بمرور الأزمنة عليه والأيام، من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال. وأنه لو كان كما قال الملحدون فيه كان ذلك غير جائز عليه. صدق الله. يعني اللي انتوا بتقولوا ان الجسد المسيح ده كان هو ربنا وهو صغير، لما كان مثلا 3-4 كيلو عند الولادة، وانتوا بترسموه محمول، مش كده؟ مش هما بيرسموا مريم العذراء ومعها ابنها طفل كده وبعد كده بقى راجل؟ طب هو ده الاله زاد ولا كان ناقص؟ يعني كان ايه الحكاية؟ يقول فكذب بذلك ما قاله الوفد من اهل نجران الذين حجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه واحتج به عليهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واعلمهم انه كان كسائر بني ادم الا ما خصه الله به من الكرامة التي ابانه بها منهم، ابانه بها يعني فرقه عن محمد بن جعفر بن الزبير ويكلم الناس في المهد وكهلة ومن الصالحين، يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمره كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارا وكبارا، إلا أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفا للعباد مواقع قدرته. عن قتادة ويكلم الناس في المهد وكهلة يقول يكلمهم صغيرا وكبيرا، عن الربيع يكلمهم صغيرا وكبيرا، عن مجاهد الكهل الحليم ابن جريج قال كلمهم صغيرا وكبيرا وكهلا، قال مجاهد الكهل الحليم، عن الحسن كلمهم في المهد صبيا وكلمهم كبيرا. وقال آخرون معنى قوله وكهلا أنه سيكلمهم إذا ظهر. قال ابن زيد في قوله ويكلم الناس في المهد وكهلا قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل. عايز يقول ليه بقى الكلام ده على كلام النصارى أن عيسى رفع وهو ابن 33 سنة، يبقى لسه ما وصلش إلى إيه؟ إلى الكهولة 40 أو نحوها. عايز يقول الكلام ده هيحصل لما ينزل. الظاهر أن كلمة كهل يعني كبير بعد سن، بعد فورة الشباب. ومن الصالحين يعني من عدادهم وأوليائهم، لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل. قالت ربي أنى يكون لي ولد، يعني بذلك جل ثناؤه. قالت مريم إذ قالت لها الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، ربي أنى يكون لي ولد، من أي وجه يكون لي ولد،
أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أو تبتدئ في خلقه من غير بعل ولا فحل ومن غير أن يمسني بشر. بل هي الظاهر أنها فهمت اسمه المسيح اسم مريم أنه سيكون منها ابتداء، ولذلك قالت ولم يمسسني بشر، وقالت في الأخرى ولم أكو بغية. يبقى إذن فهمت أن الولد هيكون منها إيه مباشرة، مش لسه بتسأل كي يعني. قال الله لها كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني هكذا يخلق الله منك ولدا لك من غير أن يمسك بشر، فاجعله آية للناس عبرة، فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد، فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن فحل، ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل، لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئا ما أراد فيقول له كن فيكون ما شاء مما يشاء وكيف شاء. عن محمد بن جعفر الزبير في الآية قالت يصنع ما أراد، قال كذلك الله يخلق ما يشاء يصنع ما أراد، ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر، أي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون مما يشاء وكيف يشاء فيكون ما أراد. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.